نعم، والآن تسمع صوت الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه منازل المواطنين. هذه القذائف مستمرة منذ ربع ساعة تقريبا حتى هذه اللحظة. نحن نبعد عن هذه الزوارق وعن شاطئ البحر أكثر من 2 كيلومتر، لكن أصواتها وقوتها الآن تصل إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذه الزوارق لا تفارق شاطئ بحر قطاع غزة ولا تفارق قذائفها منازل المواطنين وتدمير البنية التحتية والشوارع على طول الشارع الساحلي لقطاع غزة، خاصة وأن هذا الشارع شارع الرشيد الآن هو المنفس الوحيد لسكان مدينة غزة وشمال قطاع غزة والمنطقة الوسطى أيضا. هذا هو الشارع والمنفس الوحيد بعدما أغلقت الدبابات الإسرائيلية شارع صلاح الدين الواصل بين دير البلح ومدينة خان يونس ورفح. أيضا نتحدث هنا عن انفجار كان هنا قبل قليل في منطقة دير البلح، إن لم نعرف فيها تفاصيله حتى هذه اللحظة، ولم تصل أي من سيارات الإسعاف لتنقل الإصابات حتى هذه اللحظة. الأمر يعني نتحدث عن قصف واستهداف قبل دقائق قليلة. أما في المناطق الشرقية لمدينة غزة هناك قصف عنيف لمنطقة شرق الشجاعية وحي الدرج وحي التفاح، يعني هذه المناطق الشرقية لمدينة غزة تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية الإسرائيلية المتواجدة على مقربة من السياج الفاصل. هناك قبل قليل في مخيم النصيرات على مقربة من هنا في المنطقة الوسطى كان هناك استهداف لمنزل لعائلة أبو سيف ومنزل آخر لعائلة يونس، نقل مجموعة من الإصابات إلى المستشفى إلى شهداء الأقصى وعدد من الضحايا حتى هذه اللحظة، بالإضافة لأيضا استهداف مدفعي عنيف إلى منطقة شرق مدينة خان يونس بلدة خزاعة. هناك قصف عنيف يتمحور في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وأيضا هناك استهداف بالمدفعية الإسرائيلية في أكثر من محور وأكثر من منطقة في مخيم جباليا شمال القطاع، منطقة السكة، منطقة تل الزعتر، جميع هذه المناطق إلى الشرق من مدينة أو مخيم جباليا تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية الإسرائيلية، خاصة وأن الدبابات متوغلة في أكثر من مكان في مخيم جباليا حتى وصلت إلى مستشفى كمال عدوان وأحدثت خراب في محيط المستشفى ودمرت المولد الرئيسي للمستشفى وأخرجت هذا المستشفى بالكامل عن الخدمة. والآن هناك الخدمة الطبية محدودة في منطقة شمال قطاع غزة، يعني الصحة تحدثت وزارة الصحة هنا في قطاع غزة تحدثت على أن يعني ما يقارب من 500,000 فلسطيني متواجد في شمال قطاع غزة خارج الخدمة الطبية بسبب تدمير الدبابات الإسرائيلية لمستشفيات شمال قطاع غزة كمال عدوان ومستشفى الأندونيسي. الدمار هناك هائل، القناصة منتشرين على أسطح المنازل ويتم استهداف المواطنين المتجولين في الشوارع.